دكتور هيثم السيد، استشاري جراحات السمنه والمدير الطبي لكلينيكال جويل بالقاهره. اهلا بيك يا باشمهندس فوشه. اهلا وسهلا، اهلا بيكم. دكتور، بالنسبه لجراحات السمنه، ايه الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها الرجل والمراه في عالم الجراحات، وايه احدث ما توصل اليه علم جراحه السمنه؟ الحقيقه لو هنلخص الموضوع، جراحات السمنه عموما اذا هيبقى في خطا بيقع فيه المريض هو في اختيار المكان اللي يعمل فيه العمليه. لازم هو يتحرى الدقه جدا في اختيار الجراح واختيار المكان اللي بيعمل تحت مظلته العمليه واختيار المستشفى بدون النظر للتكلفه، وفي نفس الوقت ما تكونش تكلفه مبالغ فيها. ده بيعالج صحته. السمنه مش حاجه تجميليه، السمنه حاجه بتنعكس على الصحه العامه. لو هنقول ايه الحاجه، احدث الحاجات، الحقيقه احنا في جوال بنقدم في قسم جراحات السمنه افضل الالات الجراحيه واكثرها امانا على مستوى العالم، هي اللي بيتم استخدامها، ونتمنى ان ده ينعكس بالايجاب على السوق المصري ان شاء الله. دكتور هيثم، ازاي نفرق ما بين السمنه العامه والسمنه الموضوعيه؟ الحقيقه زياده الوزن العام احنا بنحسبها على حاجه اسمها معدل كتله الجسم، وتبقى زياده عامه في وزن الجسم كله. انما السمنه الموضوعيه ان هي يبقى في ترهل في الجسم او في تكتل للدهون في منطقه معينه من الجسم، فدي بيتم التغلب عليها بجراحات الطب التجميل. انما السمنه العامه دي لما بنحسب معدل كتله الجسم، فالمريض بيعمل جراحه للسمنه عشان تقليل الوزن عن طريق تدخل جراحي، مش بس يبقى كافي بالنسبه له النظام الغذائي او نظام التخسيس بالدايت يعني. فالتفرقه بينهم يمكن شويه بتختلط في اذهان الناس، انما ده تخصص ثاني خالص. جراحات التجميل بتعنى جدا بالسمنه الموضعيه، انما جراحات السمنه هي الخاصه بفقدان الوزن العام. دكتور، في الوطن العربي احنا مركز متقدم في موضوع السمنه، ايه النصيحه اللي بتوجهها للمراه العربيه والرجل العربي برضو ان هم يحافظوا على جسمهم؟ الحقيقه احنا عندنا ما يسمى نقدر اقولها بغياب الثقافه الغذائيه. احنا بناكل في وقت متاخر، بنشرب واحنا بناكل، بنخلط انواع معينه من الاكل ما ينفعش تخلطوا ببعض زي الدهون والنشويات او اكثر من نوع من النشويات مع بعض، ما بنمارسش رياضه لو حتى لمده قليله. الحقيقه ده اللي بيؤدي لزياده الوزن. زياده الوزن مش تجميل، مش مجرد شكل مش حلو، زياده الوزن هي مشكله صحيه حقيقيه ممكن تؤدي لامراض اخطر من السمنه نفسها، زي السكر، زي ارتفاع ضغط الدم، زي مشاكل في القلب. ده اخر حاجه خالص بنفكر فيها الشكل. فالسمنه يجب ان هي تتاخد بمأخذ الجد، هي مش حاجه تجميليه، هي حاجه صحيه ويجب الاهتمام بيها جدا، وبحاجات بسيطه جدا مش هتكلف المريض حاجه او تغير له حياته، بالعكس هو بينظم حياته عشان ياخد نتيجه افضل تستمر مع العمر كله. مؤخرا في عده ابحاث بتقول ان في علاقه ما بين التدخين والسمنه، ما حقيقه هذه الابحاث؟ التدخين مضر في كل الاحوال، والتدخين من احد العوامل اللي بتزود السمنه، انه بيقلل معدل الحرق جدا، فبالتالي بيتم تخزين الحاجات اللي المفروض ما تتخزنش بصفه مبالغ فيها. التدخين قبل جراحات السمنه والتدخين ما بعد جراحات السمنه ممنوع منعا باتا، انه بيقلل القدره على التئام الانسجه، فبالتالي احنا ما بننصحش بالتدخين طبعا خالص. واللي بيدخن يعني نتمنى ان هو يبطل تدخين، او على الاقل خالص يقلله للدرجه اللي ما تخلوش ياثر على صحته العامه يعني.